أبونة باش مايو يوم بالطبيعة على خطى البابا قديس الشباب يوحنا بولس الثاني من تنظيم مدرسة الكرملية مجد ليا وكلان جون بول دو مسيرة بوادي أنوبين وقديس بداير مار أبون يوم الأحد 7 أيار 2017 الانطلاق الساعة 9 الصبح من مدرسة الكرملية مجد ليا ونقطة التجمع بداير سيدة أنوبين. للاستعلام الاتصال فينا على الأرقام التالية 70 113 846 أو 03 909 212.